وحدة محجبة، وحدة محجبة، لما بشكل مفاجئ يشوفها واحد ولو ابن عمها ولو واحد من أقربائها، ترجف وشلون وشافني وشاف شعري وأنا ما كنت أدري. هي هذه، هي هذه. بعد فترة، مرة مرتين ثلاثة، تتكرر العملية هذه فرد 50 مرة، بعدين هاي الحالة الانفعال تروح. يعني شو أسوي خويك، ماكو مشكلة. بعدين إذا نزعت الحجاب أول يوم هواية تستحي، أول يوم كذا، ولكن بعد فترة وهكذا. حتى نوعية اللباس، نوعية الملابس، أول طويل شوي شوي قصير ضيق كذا، إلى أنه صار طبيعي. حتى الجمهور، يعني حتى المجتمع حسب تعبيرنا يتأقلم مع الصور. الآن في النجف ما كان شيء معمول على أنه وحدة بدون عباية، بدون عباية ما معمول يعني. ولكن الآن بعد السقوط شوف ما يخالف، وهذه كذا وهذه أجنبية وهذه زائرة وهذه مدري إيش، والصور والأفلام صارت الآن السفور للأسف صاير نوع من الشيء الطبيعي. فالقضية الغيرة وقضية الحمية هي في الواقع قضية مركوزة في روح الإنسان، الفتى الشهم، الإنسان الغيور، الإنسان اللي حسب تعبيرنا طبق الأصول. ولكن بمداخلات وإعلام وعادات وتقاليد وثقافة وصور وأفلام، هاي الأفلام هواي تلعب دور. نعم. جدا. هاي الأفلام اللي 120 حلقة و 150 حلقة و 200 حلقة، هاي تعطي، هاي المسلسلات هاي تعطي شنو؟ تعطي نوع من الإيحاءات، تصبح القضية طبيعية. حتى الخيانة الزوجية تصير عادية، حتى الخيانة الزوجية تصير عادية. ففي واقع الحال أدنى روايات أنه المعاشرة، المعاشرة بهالمعايشة مع المنكر، لابد أن يمنع الإنسان معاشرة أو معايشة المنكر. ليش؟ لأن المنكر كلما عايشرته وعايشته سيصبح المنكر عندك طبيعي معروف. نعم. معروف. يعد المحسن فيه مسيئا، يعد المحسن فيه مسيئا. هذا المحسن يصير مسيء، والمعروف يصير منكر، والمنكر يصير معروف. واقع هالشكل. نعم. الأمر الآخر، يظهر بعض الأطعمة وبعض الموارد التي الإنسان يستفيدها تؤثر على غيرة الإنسان. لقمة الحرام والسلوك الغلط، كما ذكرتم جنابكم كما تدين تدان، يعني يوم اللي أنا أعتدي على شرف الآخرين وأتحرش بالآخرين على شرفي أيضا. وأمس أنا شفت مقطع، يعني واحد كان يقول للواحد ليش طالع للشارع، سأله شاب ليش طالع، قال أنا طلعت حتى، الله شاهد هاي العبارة، قال طلعت حتى أنا أتحارش بالبنات. قال له ما عندك خوات؟ قال لا ما عندي خوات. قال ما عندك أم؟ قال ليش؟ قال له تقبل واحد كذا؟ قال لا ما أقبلها، بس أنا شوف ماكو فهم، ماكو إحساس بهاي القضايا، من سوء اللقمة اللي يأكلوها. صافا لقمة الحرام مؤثرة جدا. عندنا روايات أن اللحم الخنزير يؤثر في هذا، أكل اللحم الخنزير. عندنا أن الخمرة تزيل غيرة الإنسان. فلذلك لابد الإنسان أن يحافظ على أطعمته أولا، وثانيا على الأجواء التي يعيشها والمتلقيات التي يتلقاها. هذه المتلقيات والتي يتلقاها عبر السوشيال ميديا، عبر الكتاب، عبر الفيلم، عبر المسلسل، كل ذلك مؤثر تأثيرا تدريجيا. والشيطان لا يأتي الإنسان بغتة، وإنما يأتي الإنسان بنحو تدريجي كما يذكر القرآن الكريم. فهي الخطوة الأولى الأهم سيدنا، يعني الأجواء. أول الاستدراج هو الأهم، يعني الإنسان يكون من البداية يقطع دابر الموضوع. يعني الأجواء التي فيها نوع من الاختلاط، والآن بعض الشباب زوجته يعني ترسل رسالة تقول زوجي يجبرني أن أتمكيج أروح مع الصديقة، أقول له ما يصير، يقول لا أريدش تطلعين حلوة قدامه، وأنا أريد أن
يعني أقول لزوجتي حلوة. شوف هذا إيش قد عنده حسب تعبيرنا عدم فهم وعدم إدراك على أنه هذا النوع من العمل قد يجعل زوجته هي في الواقع طعمة للخيانة الزوجية، ولكن لا يفهمون لا يعقلون، وإنما أخذتهم البهرجة، أخذهم الافتتان والأموال، وحالة من حسب تعبيرنا الإعجاب بالنفس، الإعجاب بالغير، شي يسوون الآخرين خل أنا أسوي، فلانة فلان شي لبست أنا ألبس، فلانة خلت عبايتها أنا أخليها، فلانة حضرت المهرجان فلاني أنا أحضر، وهكذا وهكذا. وتشوفون بعض للأسف بعض الجروبات السياحية تطلع من مدن كالنجف وكربلاء والكاظمية، تطلع من المدن إلى أن تصل إلى 10 كيلو 25 كيلو عن مدينتهم المقدسة، مدينتهم المحافظة، العباءة تلقى والمكياج على حال يوضع، وفي سفرتهم الاختلاط والرقص وما إلى ذلك. وهذا واضح، يعني أحد أصحاب الجروبات قال لي سيدنا أنا أستغرب عوائل في محيطهم وفي مدينتهم على أساس ملتزمين، ولكن يطلعون إلى أربيل وإلى سليمانية وإلى أماكن اللي فيها نوع من الاختلاط، شوفهم لا كأنه ذول الناس أهل آداب وأهل أخلاق وأهل حدود شرعية أصلا. وهذا كله يرجع إلى ما ذكرته، رب العائلة والأم في الأسرة الذين في الواقع يلعبون دورا كبيرا في صيانة الأسرة من الانهيار الأخلاقي. أحسنتم سيدنا، ربما الدور الأهم يكون عند الأم بالنسبة للبنات سيدنا. بلا أشكال. أحسنتم سيدنا على هذه الإيضاحات المهمة وهذا الموضوع المهم، شكرا جزيلا. إذن للأخوة الكرام للمشاهدين الأفاضل والمشاهدات الكريمات، بإمكانكم الآن أن تتصلون وتشاركونا في موضوع حلقة، أو بشكل عام ما عندنا موضوع حلقة محدد، بشكل عام بإمكانكم أن تتصلون وتطرحون أي سؤال تحبون أن تطرحوه، ومن خلال الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة. عندنا اتصال أول، عندنا رسالة صوتية، عندنا مشاركة. لو نقرأ من الرسائل اللي وردتنا، نقرأ من الرسائل قبل أن نستقبل أي اتصال، وياريت جو الاستوديو صار شوية أبرد لأنه السيد تعب. نقرأ السؤال الأول سيدنا، يقول لماذا لا يتم الرجوع لجميع الفقهاء إن كانوا يبينون الأحكام الشرعية ويبذلون ما في وسعهم جميعا في عملية الاستنباط، فتارة تواجهنا مسألة ابتلائية أستفسر عن جوابها من ألف، وفي اليوم التالي إذا واجهتنا مسألة أخرى نستفسر من باء. تعليقكم سيدنا. في واقع الحال التقليد لابد أن يكون للأعلم، نعم، الفقيه الأعلم الأكثر تخصصا وخبرة. فإذا كان الأعلم هو شخص واحد فلا بد أن أرجع إليه لا لسواه، نعم، إليه لا لغيره، لأنه قد يكون غيره ما عند ذيك الخبرة والأعلمية والخبروية، قد هذا يفهم المسألة أو الأدلة بطريقة أضعف من ذاك، فأنا ما أقدر أثق على أن أرجع إلى الأدون مع وجود الأجود، نعم، واضح؟ نعم. فإذا كان هناك أعلم موجود فلا ينبغي لي أن أخذ معالم ديني وأحكام شرعية من شخص دونه غيره. أما إذا كان الفقهاء على مستوى واحد، يعني شنو؟ بمستوى واحد من الأعلمية، كلهم في مرتبة واحدة أو ثلاثة مرتبة واحدة، أن الأعلمية بين هؤلاء، يمكن الإنسان أن يأخذ مسألة من هذا ومسألة من ذاك، ولكن بشرط أن لا يكون الأول يمنع في تلك المسألة. مثلا إذا قال أنه فلان شيء حرام عندي فأنا ما أقدر أخذ من الآخر على أساس أنه حلال، نعم في الاحتياطات ممكن، أما أنه يصير عندي حسب تعبيرنا تقليد مبعض، يعني بعض من هنا بعض من هنا بعض من هنا، هذا لا يصح إلا على سبيل الاحتياط. زين، بعد ما استقبل اتصال راح أسأل حضرتك عن كيف يحدد الإنسان الأعلم. عندنا اتصال من الأخ علي، تفضل يا علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ورحمة الله. سيد، ممكن الطالب غشيت أحد المواد الدراسية، نعم، طلعت معدل 150، وعلى فرض أنه ما
وعلى فرض اني ما غشيت بها كانت وزاره تعطيني كيف على كم درجه اقول هذا مقدار القشر غشيته به، هل شايف لي اشكال؟ طيب اذا تعينت في المستقبل راح يكون في اشكال، يعني اذا ما غشيت كانت الوزاره تعطيني كم درجات هذه. واضح. ان شاء الله تسمع الجواب اخي علي، تحياتي لك، شكرا جزيلا. سيدنا قبل ان نجاوب على علي اسال حضرتك عن شلون الانسان يحدد الاعلم. الاعلم يا اخواني يعني كاي قضيه اخرى، يعني شلون انت تعرف، شلون تقدر تعرف انه اي طبيب متخصص في الـ في الـ في الـ في جراحه القلب، شلون تقدر تفهم الطبيب الافضل واحد في جراحه القلب؟ تقول سيدنا اروح اسال المتخصصون. نعم. منو اللي هذا يقول فلان هو الأفضل وهذا يقول فلان هو الأفضل؟ فالمتخصصون الذين يشيرون على أنه هو الأفضل يصير عندي نوع من الأطمئنان. فالفقهاء في واقع الحال نفس الحالة، إذا أريد أفهم منو الأعلى من الفقهاء فعندي ثلاث طرق. الطريق الأول، الطريق الأول أن أنا أفحص أنا شخصيا، ولكن لا يكون ذلك إلا أن تكون أنت على مستوى عالي من الخبروية، يعني أنت تعرف شنو معنى الاستنباط والأدلة شلون يتعاملون معها والروايات شلون يتصرفون معها. هذه لازم تكون أنت صاحب هذا، وهذا لا ما ممكن الناس العادي ما يقدر له. مثل واحد يقول له أنت أعرف الطبيب كذا، يقول أنا ما أدري شنو أصلا طب شنو الجراحة شنو. الطريق الآخر وهو أن نسأل خبيرين عادلين، خبراء اثنين عدول، عدول يعني يخافون الله، ما يرتكبون الغلط ولا يجرون النار إلى أقراصهم. وهم يقولون أنه فلان عندنا نشهد بالله أن فلان هو الأعلم بشهادة عدلين أو الشياع المفيد للإطمئنان، يعني مشاع بين الناس، مو الناس حسب تعبيرنا العاديين، لا، الشياع الذي يفيد الإطمئنان، يعني في النهاية أشوف أهل التقوى وأهل الاحتياط وأهل الالتزام، ذول مو حسب تعبيرنا مو بسهولة يقلدون واحد، مو بسهولة يقلدون واحد. مثل أهل المنطقة الفلانية ذول ناس كلش صعبين، شلون راحوا لفلان؟ فحتما عندهم دليل، وفلان منطقة فلان منطقة. هذا الشيع الذي يفيد الإطمئنان كافي. أحسنتم سيدنا. اتصال من الأخ أبو أمير، تفضل يا أبو أمير. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بالنسبة للسيد عندنا استفسار. تفضل، شنو سؤالكم؟ بالنسبة حول الدين وحول العلاقات هاي الموجودة. نعم. من ضمن يعني الشغلات اللي أنا أفهمها وأسمح لك الدين دين يتبعه الرجل من عرضه. نعم. أو من دق باب الناس سكر بابه، نرجو من السيد اللي يجاوبنا عليها. إن شاء الله تسمع الجواب أخوي، تحياتي لك، شكرا جزيلا. قبل اتصال أبو أمير كان عندنا اتصال من الأخ علي، يقول سيدنا في مرحلة من مراحل الدراسة اللي هي السادس الإعدادي، يقول غشيت بالامتحان فطلعت معدل أظن قال 52، يقول أنا حتى لو ما مطلع هذا يعني حتى لو ما غاش بذيك المادة طبيعة الحال هاي المادة فالكيرف راح يوصلني لهاي الدرجة نفسها، يقول أنا أخشى إذا تعينت بالمستقبل راتبي بي حرام أو إشكال. على حال أنا ما أدري الأخ مع غشه حصل 50، الله يستر إذا ما كان غاش شلون. على حال أخي الكريم إذا كان هذا المقدار اللي تقول أنه حتى لو لم أكن أغش فأعطى هالخمس درجات باعتبار أنه أنا 45 كنت أخذ، فإذا كان هكذا لا إشكال فيه، وإن كنت ارتكبت حرمة تكليفية، يعني حرمة تكليفية استغفر الله بيها، ولكن لا إشكال إذا أديت عملك، إذا توظفت إن شاء الله تأدي عملك بأمانة وبحرص وبكل الحيثيات فراتبك لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. سيدة بالنسبة للي يغشون ويطلعون معدلات يعني بطريقة غير شرعية، هو يؤثم على ما فعل بلي. ولكن الراتب إلى علاقة بهذا الأمر له علاقة بما يبذله من جهد لقاء هذا الأمر؟ الإعلام يقولون أكو شيئين، الراتب إذا كان الراتب للعمل أو الراتب للامتياز، مثلا أنا أخذت من البكالوريوس ماجستير فأنا لولا الغش ما حصلت على الماجستير، والراتب زاد لأنه الشهادة ارتفعت، هذا الفارق يقول أنت جبته من غير استحقاق وياي لولا. أما إذا كان لا، الراتب مو للشهادة، مو للشهادة وإنما للعمل، فلا إشكال في ذلك. وهذا موجود الآن إخواني، يروح يزور
يقول أنا ابن شهيد. ابن شهيد مثلا طوفت قضية أو مثلا مقعد دراسة أو يسموه مقعد دراسة وإنما يزيدون راتب بس بأي شكل من الأشكال، هذا في إشكال لأن أنت زورت هذا، وإلا راتبك الآخر ما في إشكال لأن أنت تقدم به خدمة. الزنا والعلاقات وهي دين، أبو أمير طلب من حضرتك أن تحكي عن هذا الموضوع بعد أن نأخذ اتصال إن شاء الله. راح نسمع من جنابكم سيدنا اتصالنا من منو؟ قاسم، تفضل يا قاسم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياكم الله، بارك الله بكم. شنو سؤالك قاسم؟ الحمد لله. سيد السؤال تفضل. أنت مثلا يعني أنا أتكلم للإعتبار القادسية. نعم. وطار انتظر الفضل الغروب أو صلاة الغروب أو صلاة العشاء أو أذن. أنا مو لازم أصلي قصير؟ بني. نعم. زين مثلا ما أقدر أصلي هناك. ورجعت الكربلة أصلي قصر أصلي كامل صلاة كاملة. شو وقت رجعت الكربلة لمنطقتك؟ بعد المغرب صحيح. يعني مثل سؤال واضح. لا أقول رجعت صار قضاء الصلاة لو بعده ما صار قضاء. لا بعده. رجعت بنفس الليلة يعني. إي. يعني رجعت. شكرا جزيلا إن شاء الله تسمع الجواب أخوي. واضح سؤال. واضح سؤال. نعلق على أبو أمير أول سيدنا. ها عندنا اتصال. أم هدى تفضلي يا أم هدى. أم هدى تفضلي. أم هدى تسمعنا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي سؤال يعني سيد. تفضلي أختي. سؤال أول. سؤال الأول، أنا ندرك نذر يعني قبل فترة كتاب أدرسه، يعني إذا تحقق النذر أدرس هذا الكتاب. زين. أريد أدرس بيه بس ما يعني صعب علي شوية، زين شلون أقدر أحل هذا النذر؟ هذا السؤال الأول. بس قبل لا تندخلي للسؤال الثاني، شلون نذرتي؟ احكي لي شلون نذرتي؟ ايش قلتي بالنذر؟ لا 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 بس عفوا ام هدى، ام هدى تسمعيني لو ما تسمعيني؟ ايه اسمع. سؤالي هو لما نذرتي ايش قلتي بالنذر مالتك؟ شنو اللي حكيتي؟ طريقة النذر. اي هو نذري بالصيغة الشرعية لله علي. واضح. يعني صيغته شرعية كاملة. واضح. سؤالك الثاني شنو؟ سؤال اكو مصطلحات بين منهاج الصالحين شوية بس توضيح شوية من السيدة، الواجب لغيره الواجب لنفسه واضح، والمقدمة القريبة بالوضوء جيد، والمقدمة قريبة القريبة إن شاء الله تسمعين الجواب. تحياتنا. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا. سيدنا من بلشتوا تنطوهم العبارة مال النذر الشرعي؟ هواي ناس قاموا ينذرون نذر شرعي الحمد لله. ذاني ووقعوا بإشكال، الناس قاموا ينذرون نذورات صعبة عليهم يعني. بس هي هاي لازم يلتزمون بيها الاخوان بالكنترول. شويه نتوقف عن استقبال اتصالات للدقائق 4. سيدنا بالنسبه للدين اللي ذكره ابو امير، الديون. شوف اخي الكريم، الله سبحانه وتعالى لا يظلم، لا يظلم، ولكن يتعامل مع الانسان كما هو. اذا كان الانسان يعتدي على عرض الاخرين فهذا لا يؤمن أن يتعرض على عرضه. يقول سيدنا يتعرض على عرضه، هذا ليش؟ يعني عرضه قد يكون خوش ناس. أقول لما هو إنسان غير مؤدب وغير ملتزم وينشأ بأنه غير ملتزم وغير مؤدب، فعرضه راح يكونوا ناس مبتذلين. الإنسان المؤدب الملتزم الخلوق عرضه راح يكون ناس ملتزمين، راح يربيهم تربية صحيحة، راح يربيهم تربية صحيحة. إذا هو ما متربي وإذا هو إنسان غير، بلا إشكال عرضة راح يكونوا منفلت. أنا ما أريد أجيب مناطق في بالي الآن ومعروفة في بعض المحافظات والمدن، أنه سيدنا من الباب إلى المحراب خربانة، الأب من جهة، المرأة من جهة، الجهال من جهة، البنات والولد. فشكل عجيب غريب. لما أسأل ليش، هي النشأة تعبانة. يعني الطفل من صغره يشوف أبوه مو سليم، الزوجة من أيام شوف زوجها إنسان مو سليم، هي أوتوماتيكيا. فلذلك هي من تعرض إلى عرض الآخرين يتعرض إلى عرضه، ومن طرق باب الآخرين تطرق بابه. هذه باعتبار أنه أنا لما أكون، شوفوا كما تكونوا
يولى عليكم. شلون أنا القضية تتركب؟ أنا متدين حباب ملتزم محافظ على الناس بهالمقدار، أنا أحافظ على عائلتي وأربيهم تربية صحيحة وكذا، فلا تطرق داري ولا ينتهك عرضي. بس لما أنا أنتهك أعراض الآخرين وإنسان غير ملتزم بلا أشكال، لسه أنا ما هواي قصص، هواي يعني شو أقول الآن، مئات القصص في بالي. أنه سيدنا أنا في وظيفة معينة أبتعد من البيت أروحا مثلا 15 يوم بالدوام، والبيت وحده أهلي، وإذا أشوف أهلي واقع في قضايا خيانات وأنا متأذي. بعدين يقول لي، هو يقول لي، يقول لي والله أنا ألوم نفسي، يعني أنا عندي علاقات. شوفوا هو مسوي علاقات وزوجته مسوي علاقات، هو رايح طارق باب الآخرين على حال بابه مطروقة. فهذه في الواقع كلها ترجع إلى مدى أهمية الإنسان لنفسه وشخصيته وأسرته، يكون الأمر كما يريد، محفوظ في عرضه وفي نفسه وماله. أحسنتم سيدة. الأخ قاسم من كربلاء سيد يقول: لما أنا رايح لمدينة أخرى ويؤذن الأذان وأرجع لمدينتي وبعد وقت الصلاة متاح، فأصليها قضى لو تمام؟ في واقع الحال عفوا قصر لو بلي، أنتوا لما مسافرين بالسفر عليك خطاب قصر في السفر، ما دام أنت مسافر قصر 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 قصر، من توصل لمدينتك أنت بعد مو مسافر، انتهى السفر. لما انتهى السفر أتم أتم أتم، يجي خطاب أتم. فخطاب قصر ما دمت مسافرا. لذلك احنا شو نقول؟ قبل ما توصل بكربلاء 5 كيلومترات لازم تقصر، لأن بعدك أنت يقول لك ها وصلت، لا بعدني ما واصل. يعني شنو؟ يعني بعدني أنا في السفر. فما دمت في السفر تقصر، إذا وصلت إلى مدينتك تتم، والعكس بالعكس. يعني إذا أنت بكربلاء وأذن قلت ما لي خلق خل أروح هناك أصلي قصر، نعم ممكن ما أصلي تمام بكربلاء وتطلع وتروح هناك تصلي قصر، لا إشكال. ليش؟ لأن بس السافر يجي خطاب قصر قصر قصر. يقول سيدنا لما أذن كان علي أتم أتم، ولكن أنت ما أتميت وعدك وقت. فعندما يتلبس الإنسان، ها تعابير الإعلام، عندما يتلبس الإنسان بالسفر فخطاب التكليف بحسب شنو عنوان اللي عليه، وهو عنوان السفر. فإذا انتهى عنوان السفر يأتي خطاب الحضر، وهذا كله ما دام الصلاة لا تزال في وقتها. يعني أما إذا عبر وقتها فهي إذا فاتته قصرا يقضيها قصرا، حتى لو يعني إذا فاتتني وأنا بالسفر أي أقضيها لازم أقضيها قصر. نعم أحسنتم سيدنا. الأخت أم هدى سألت سؤال يا سيدنا. الأول: نذر لا تستطيع أن تفي به، يعني تقول أنا نذرت أدرس هذا الكتاب بس من بدي تقرأ أشوفه صعب عليه. أولا الإنسان ما لازم يعني لا ينبغي للإنسان أن يتخذ النذر أمرا سهلا. النذر إخواني تعهد، والقرآن يقول: وليوفوا نذورهم وليوفوا نذورهم. ما دام انذرتوا لازم تلتزمون بمن بنذركم بشكل صحيح. فلذلك احنا نقول يا جماعة لا تنذرون بسرعة، حاولوا أنه تتأنون، فأتي جاي ناذرة ونذر شرعي وعلى تقرين كتاب الفلاني، تبين هذا كتاب فلاني أصلا ما تقدرين تقرين، ما تقدرين، فهذا كلفت نفسك بغير المستطاع، غير قادر عليه. فإذا غير قادر عليه فيسقط النذر لعدم قدرتك عليه. طيب مثل واحد ينذر أن يطير، طبعا هذا النذر أن يطير هذا نذر ما معقود أصلا. ليش؟ لأنه متعلق النذر أمر مستحيل أو غير مقدور عليه. فأنت في الواقع جيت قلت لله علي أن أقرأ الموسوعة الطبية اللاتينية وأنا ما أعرف اللغة الإنجليزية، هذا النذر لا ينعقد لأنه شيء غير مقدور عليه. أحسنتم سيدنا. نجاوب السؤال الثاني بعد ما نأخذ اتصال من عباس. تفضل يا عباس. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم سيدنا عزيز. عليكم السلام مولانا، حياكم الله. الله يحييك طيب وفاسد. شنو سؤالك عباس؟
سؤالي عندي طفل معاق والله يعني عنده راتب مال عائلته معين. نعم. وهذا الراتب يعني انا استهن. نعم. يعني ما صار فتره قليله يعني صار استهن. نعم. فاذا اعرف مدى اكثر مني لو بس اذا خاف يعني انا مثل احتياجاته مثلا اعز عن اموالي لو انا اقدر اخليه ولا اموالي واوصل ربي. نعم. هو اكيد يحتاج هذا العلاج وكذا. أربع سنوات. طيب عندك سؤال ثاني عباس؟ مو مهم بس هذا السؤال بس العافية. الله يمن عليه بالسلامة والعافية شكرا لك على التصوير. تحياتي لك. سيدنا قبل جواب أو عفوا قبل سؤال عباس الأخت أم هدى سألت سؤال ثاني عن مصطلحات فقهية صعبة عليها تقول أولا الواجب لغيره والواجب لنفسه. شوفي الواجب على أقسام. مرة واجب شيء واجب بحد ذاته يعني بنفسه. صلاة واجبة بنفسها. صلاة واجبة بنفسها. فأنت إذا ما تأدين الصلاة أنت ارتكبتي معصية. ليش؟ لأن الصلاة واجبة بنفسها بذاتها. أكو بعض الواجبات ليست واجبة بحد ذاتها يعني مو نفسها. واجبة لغيرها. مثل الوضوء. الوضوء ليس واجبا بحد ذاته وإنما واجب لمن؟ واجب للصلاة. إذا أردت أن تصلي إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. فهذا يسموه واجب غيري يعني واجب لغيره. وكثير عندنا إحنا واجبات غيرية. هواية عندنا واجبات غيرية. مثلا أنا الآن أريد أن أصلي أقدر أوقف أصلي عريان؟ لا. الصلاة لابد بمستور العورة. زين، فأن ألبس ملابسي هذا واجب لأني أريد أن أصلي يسمى واجب غيري. نعم. واضح إن شاء الله. أحسنتم سيدنا. ويانا اتصال من الأخ الكريم أبو حكمة. تفضل يا أبو حكمة. بس نصينا صوت التلفزيون تماما، سمعنا بس من التليفون. تفضل أبو حكمة. تفضل عزيزي. هذا كبير سن عمره 81 سنة. من عليك بالعافية إن شاء الله. ألو. تفضل سؤالك. عمره 81 سنة. نعم. تمرضت. نعم. تمرضت أبي 100 بالنعمانية طاقن. نعم. ف قالت يا تمرضت قالوا يا بس وين نروح؟ قلت لها يا الله شاهد بس أصير زين أجي أبسمك. نعم. أعطيك إياها. نعم. فرحت الحبيب بن بطل السلام الله عليه دخلت عليه الله شافاني الحمد لله. بعدين طاح في البيت باعوه البيت. نعم. طردوني من البيت. لا اله الا الله. فهي سوت بنتي باعت البيت وطجر رجلها 10 ملايين وهذا اللي قلت انه وحتى البيت أجرته على حسابها وأنا فلسي أحمر ما أعطوني وعمر 81 سنة وقاعد بخرابة ما أعطيه وكل شيء ما أعطوني شنو حكمهم ذولا؟ تمام تسمع الجواب إن شاء الله. أيوة. شكرا لك على اتصالك أبو حكمة تحياتنا. أشكرك عيون رحمة الله. يعني لأهمية الموضوع سيدنا نقدم سؤال الأخ أبو حكمة أعيد لك التفاصيل سيدنا لو سمعتها كلها. بني أبو حكمة عمره 81 سنة يقول تمرضت أنا عندي بيت فقلت قلت لهم للي داير مداري بس أصير زين البنت الظاهر بس أصير زين أسجل البيت باسمك. يقول جيت دعيت رب العالمين لما زرت الإمام علي عليه السلام من الله علي بالشفاء. يقول فلقيت بنتي أو هي بنتها ماخذ البيت وبايعته والآن مأجر البيت وتأخذ هي الأموال. يقول أنا طردوني والآن ساكن في خرابة فما عليهم؟ يعني هو في الواقع ما أعطاه البيت. قالها الله شاهد بس أصير زين أمطيش البيت. زين. وصار زين وما أعطاه. يقول لي هي أخذت البيت باعتها وطردتني. هو وعدها وعدها أن أعطيه. نعم. البيت. مو نذر ولا شيء. قال الله شاهد كلمة الله شاهد. هذا في واقع الحال وعد وهذا الوعد لا يعني تمليك. نعم. وهذه الفتاة ارتكبت حرام لأنه مال الغير جدتي صرفت به والله أنطاني حكاية. هذا الكلام هو يقال. بس ليش هذا؟ خليني أقول كلمة كلش أوضح. لا. إذا قلت لك يا أستاذ مرتضى قلت لك أنا وهبتك هذا
موبايل وهبتك اياه هبه هبه يعني هديه، هذه هديه مني لك. نعم بس الموبايل ظل يمك. قول قبلته، قول قبلته. مو اخاف تنعقد. لا تقول قبلته، قول اخاف تنعقد سيدنا يا اخي، قول قبلته. قبلته سيدنا. قبلته زين. قال قبلته، فهاي الهبه هذا الموبايل للاخ هبه هبه. قال قبلته بس اقول بطلته، انا قلت بطلت يجوز؟ ايه يجوز. ليش؟ لان بعد ما قبضها لو كان يقبضها ويتصرف بيها، لو كان يقبضها ويتصرف بيها نعم، اما ما قبضها فشوفوا انا هبه قدامكم اعطيته هبه، رجال خاف يقول لي قبل. قلت اقول قبلته بعدين قلت بطلته، انا قلت بطلت، لان الهبه الهبه من العقود اللي يمكن انسان ان يتراجع يبطلها، يسموها عقود جائزه. زين هذا الرجال حتى لو كان مطي البيت لبنته ولكن ما مسجله باسمها وهي راحت سوت قضايا، فهذا لا يجوز تعدي على المال الغير وستساءل يوم القيامه. فكرة أنه مطردين الأب وساكن بالخرابة وهي التفاصيل بعد، بعد كلها ترجع إلى تربية الإنسان وش قد إنسان يكون. أكو مصطلح ذكرته أحد الأخوات. نعم بعدنا ما رجعنا على سيدنا المقدم القريب، تسمح لنا نأخذ اتصال ونرجع على سيد حسين ويانا. تفضل يا حسين. علينا تفضل نبيرو وما أقدر يعني أوفي هاي الحالة الشرنة حاطي الضعيف. زين النذر شنو قلت الصيغه اللي قلتها الكلمه؟ وقع ونذرت له قليل. زين شلون نذرت؟ شنو الحكايه اللي حكيتها بالنذر؟ شنو قلت؟ نذرت يعني لو جاء الله مني يصير زين بالحليه وما قدرت يعني كان يمرح عندي. ان شاء الله تسمع الجواب. تحياتي لك اخوي حسين، شكرا. عيونك. سيدنا نرجع لسؤال الاخت هدى او المصطلح الثالث اللي هو المقدمة القريبة. تفضلوا سيد. شوف أخواني أكو مقدمات بعيدة أكو مقدمات قريبة. أجيب لكم مثال، أنا الآن أريد أتوضى وضوء واجب لو لا؟ إذا صلي بلي الوضوء واجب إذا أتوضى. بس أقول للسيد الأخ مرتضى الله يحفظه السيد مرتضى أقول إذا ماكو زحمة دير لي الماء على إيدي، البريق بيده بريق، دير الماء اسكب الماء على يدي. هذه سكب الماء مقدمة لغسل اليد، مقدمة لغسل هاي المقدمة تسمى قريبة. مرة أقول للأخ مرتضى روح جيب لي ماي، إلى أن يجيب الماي يخليه هنا وأنا أسكبه، هاي يسموه مقدمة شنو؟ بعيدة. أحسنت. هل يجوز لمن يريد أن يتوضأ أن الآخر يسكب الماء على إيده؟ سامعين أنتو أكمش لي الصوندة ودير لي بالبريك. الفقهاء أكثرهم يقولوا مكروه، يكره الاستعانة بالغير في المقدمات القريبة، يعني يدير ماي على إيدك. نعم بس يجيب له ماي من المقدمات. سيدنا الأخ عباس سأل عنده طفل يأخذ له راتب رعاية، طفل معوق، فيقول أنا يعني قائم بعلاجه وتكاليف علاجه، فهل يفترض أنه أعزل هذه الأموال لو يصير أنا أستخدمها إلي وللبيت، يعني أموال مال رعاية لأنه ابنه معاق، فيقول يصير يعني اخلطها ويا اموال ويا اموالي لو لا هاي المفروض بس لابني؟ شوفوا السؤال، اذا كان ولدي عنده مال، ولدي عنده مال خاص، هل يجب على الاب ان ينفق من جيبه او يقدر ينفق من اموال ابنه؟ نعم اضرب لكم مثال. الاخ الله يحفظه اليوم كله الامثله عليك، اللي أخ الله رزقه ولد، هو ما عنده ولد، ادعو له الله يعطي ولد إن شاء الله تعالى. الله رزقه ولد يسميه إن شاء الله محمد. زين من الله جاء ولد، رزقه ولد، أنا وديت له 50,000 ذاك ودي 50,000، يسموه شنو؟ نقطة. نقوط الطفل. هاي نقوط الطفل للطفل، فالطفل صار عنده بالحساب 1,000,000 دينار، واضح؟ فالأخ السيء الأخ العزيز الآن يجب عليه أن ينفق على هذا الطفل من أمواله أو يقدر يصرف من أموال الطفل؟ الفقهاء يقولوا إذا الطفل غني اصرف من أمواله. نعم. طفل غني اشتري له حفاظات قضايا من عنده، مو واجب على الأب أن ينفق عليه. نفس الكلام في ماذا؟ في هذه القضية اللي ذكرها راتب الرعاية. الأخ ابني معوق عنده راتب فصار غني بهذا الراتب، فيجوزني هذا أمواله أصرف عليه وخلي بيدي أصرف عليه؟ نعم أصرف عليه وأصرف على نفسي. ليش؟ لأن أنا من أموالي أيضا جاء أصرف، يعني كله صار صندوق
أنا أصرف عليه وأصرف على الأسرة، فما أصرفه عليه وما أتصرف فيه في مصلحتي لا أشكال فيه. أحسنتم سيدنا. اتصال من الأخ علي، تفضل يا علي. بس الصوت، صوت التلفزيون نصي، وتفضل سؤالك شنو علي؟ حياك الله عزيزي، شنو سؤالك أخويا؟ نعم سؤالك شنو علي؟ صوتك مو كلش واضح. تحياتنا الأخ علي للأخوان بالكنترول، إذا قدرتوا تفهمون السؤال تطرحوه علينا وإحنا نطرح إن شاء الله لأن صوته مو واضح. سيدنا سؤال من الأخ حسين قبل الأخ علي، قال علي نذر وما أقدر عليه. هو تكرر هذا السؤال كثيرا، علي نذر ابني كان مريض فانذرت إذا صار زين يذبح خروف، يقول ما أقدر. طبعا صيغة النذر ما كانت شرعية لما قلت له شنو قلت. في واقع الحال التكاليف الشرعية يؤخذ فيها ومقيدة بالقدرة، بالقدرة، القدرة البدنية أو القدرة المالية. مثل واحد يقول لله علي إذا الله شافى ولدي أذهب مشيا على الأقدام إلى مكة، بس ما أقدر، أنا ما قدرت، فيسقط النذر لعدم القدرة. نعم. مرة نذرت أنه أذبح بعير، أنا فلوس خروف ما عندي، فيقول الفقهاء إذا كان نذرك محدد معين مؤقت فيسقط. فتقول لله علي إذا الله كذا في رجب أذبح، إجا رجب وراح رجب أنا ما عندي، يسقط. مرة النذر غير مؤقت، أن أذبح هسه لو بعد 20 سنة يبقى النذر وين؟ في ذمتي، متى الله مكنني لابد أن أذبح. أحسنتم سيدنا. وقلنا هي ما كانت صيغة أصلا صحيحة يعني. الأخ علي اتصل، ما كان اتصاله واضح أو صوته واضح. عندنا أسئلة سيدنا وردتنا أيضا عبر الواتساب أو عفوا عبر الأسماس. رسالة كانت السلام عليكم، أنا قرأت وسمعت الكثير من الكلام الذي يمدح أن تهب المرأة المهر لزوجها وأجر ذلك عظيم وتدخل الجنة بلا حساب، وكثير قرأت عن هذا الموضوع، لكن إحنا حالتنا ضعيفة، يعني إذا قلت الأهل الولد أنا ما أريد مهر فقط قرآن، بهاي الحالة شلون أقدر أشتري لوازم الزواج وأحضر نفسي إلى آخر السؤال، أرشدوني بالتفصيل ماذا أفعل وما هو الصحيح جزاكم الله خيرا. يعني هي تفصيلة عن هذا الموضوع، ما بيها وايد تفاصيل. الأخت الكريمة الله يحفظها طيبة ورايحة قارية بعض الأشياء، مو كل شيء اللي تقرينه صحيح. يعني إذا وهبت المرأة مهرها لزوجها فتدخل الجنة، ماكو شيء يعني تدخل الجنة بغير حساب. لا نعم جيد إنسان أنه يخفف على زوجه، ولكن أيضا هذا موجود يا أختي يا بنتي، إذا تريدين تهبي تقولي لي أنا أوهب مهري على أن عليك أثاث البيت، عليك الكذا وعليك الكذا وعليك الكذا وعليك الكذا، يعني شنو؟ هبة معوضة. أنا أهبك أسقط المهر بس بشرط أن تسوي هذه، تقدرين يعني، مو إلا واحد يقول يا أبا أنا سقطت المهر لأن الله يحب هالحالة هذه، أدري بعدين قد هذا عليه حال ما يعمل شيء اللي أنت تحتاجيه في حياتك. فلذلك الصحيح أنه أنا أوهب على أن توهب، أنا أعطي على أن تعطي، وهذا هو الصحيح. أحسنتم سماحة السيد رشيد الحسيني الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف الأشرف، وافر الشكر وعميق الاحترام والامتنان لحضرتك على كل ما تفضلت به سيدنا، شكرا جزيلا. سلمكم الله تعالى، بارك الله بكم. شكرا جزيلا سيدنا. الشكر أيضا موصول لكم إخوتي الكرام أخواتي الكريمات، شكرا على هذه المشاهدة والمتابعة، لنا موعد أسبوعي إن شاء الله. شكرا، في رعاية الله وحفظه.